وزي ما قلنا سابقا ان الخلاف في المسائل دي لا يفسد للود قضية زي ما بيقولوا، يعني بمعنى انه خلاف، ونحن نعلم ان الخلاف بين اصحاب المذاهب الفقهية هو اوسع دائرة من هذا. دي المسألة هنا متعلقة بالصلاة، ولكن هناك خلاف في امور تعتبر من الفروع، نعم من الفروع، ولكن مثلا تتعلق بالحلال والحرام والجواز وعدم الجواز والصحة والبطلان امور تتعلق بهذه المسائل، هذه الاحكام. فاحنا نختلف حول ركعتين بالنسبة لتحية المسجد، وما نتكلمش عن الخلافات العريضة التي تتصل بالاحكام الشرعية. فمنهم مثلا من يحرم شيئا يحله الاخر او يجيزه الاخر ويمنعه مذهب، مثلا يقول مذهب بالحظر والتاني يقول بالإباحة، مذهب يقول بالتحريم والآخر يقول بالكراهة، مثلا شيء من هذا القبيل. وهذا موجود ومبسوط في كتب الفقه المعتمدة والمعتبرة، فينبغي أن يسعنا ما وسعهم. الإمام مالك يروى عنه أنه دخل المسجد، تعرفين الإمام مالك يعني متمسك بالحديث أنه لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب. المهم دخل المسجد وقالوا صبي صغير كده، لما الإمام مالك قعد من غير ما يصلي تحية المسجد، ليه؟ لأنه في وقت الكراهة. فقالوا الصبي ده وقال له يا عمي قم فركع ركعتين، يعني أنت قعدت من غير ما تصلي ركعتين. فالإمام مالك قال فرح قايم وجاب ركعتين، صلى ركعتين. فتعجب بعض الناس، قالوا طب مذهبك أنه لا يجوز الصلاة في هذا الوقت، وقت كراهة، طب لكنك قمت فأديت ركعتين. فقال خشيت أن أكون من الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي أن الصبي لم يأمره بشر بل أمره بخير. فهو قام وأدى هاتين الركعتين تلبية أو نتيجة لتذكير هذا الصبي له بهذا الأمر. إذن الخلاف لم يصل إلى حد التعنت، الخلاف في المسألة لم يصل إلى حد الإيه؟ إلى حد التعنت، بل كان يسعهم من الأمور أشياء كثيرة.